كرة داخل منطقة الجزاء عالية المرشدي، وهدف التعادل يأتي أمامنا. نعم هدف التعادل يأتي، يوسف العربي يفعلها، هو هداف الفريق الهلالي، لذلك إن أتت الأهداف فانتظرها من العربي، انتظرها من العربي. يضع إذن الهلال مجددا ويعيد بوقت مات المتكررة، يأتي بهدف التعادل، ظل يحاول مرارا وتكرارا على درب المرمى، ويأتي الآن بهدف التعادل، ويتنفس الهلاليون الصعداء بهدف يوسف العربي في لحظات الختام للشوط الأول. ارتقاء من جانب ماجد المرشدي، وبعد ذلك يوسف العربي، ما في غيره، ما في غيره، هو العربي وما في غيره، يضعها في المرمى ويأتي بهدف التعادل لفريق الهلال. يأتي للتعادل بفريق الهلال نتاج الضغط المتواصل.